السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم إيه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. أنا مبسوطة قوي بتفاعلكم معايا وبالشير اللي انتوا بتعملوه بالسبسكرايب، دي حاجة بسطاني قوي 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 قوي. تشجعوني كده دايما وحابة أشوف تشجيعكم ليا. أنا النهاردة جاية أقدم لكم وصفة سي فود، هناكله سمك، هعمل سلسلة من حلقات على السمك. اي صنف سمك هلاقيه هصوره على طول واعمل لكم وصفات حلوة بالسمك. لو تحبي تاكل سمك كل من ايد اسكندراني اكيد، يعني احنا بلد السمك، يعني احنا اكتر ناس اصلا بتحب السمك. فتيجوا معايا نعمل وصفة السمك ونرجع مع بعض تاني. السلام عليكم ورحمة الله، رجعت لكم تاني عشان اعمل معاكم النهاردة الجمبري. زي ما انتوا شايفين ده جمبري جامبو، انا غسلاه كويس جدا بالدقيق وبالليمون وحطيته في مصفى عشان يصفي كل ميته، ما يبقاش فيه اي ميه خالص. كل اللي انا هحتاجه في الجمبري بقى اللي هو بالطريقه الاسكندراني بتاعتنا، هحتاج معاكم طماطم مكعبات، ومحتاجه فلفل حامي وفلفل ملون، شرايح ليمون، شرايح بصل، شرايح جزر، وهحتاج معاكم شرايح ثوم، وهحتاج معاكم كمان حبه شبت كده فريش وحبه بقدونس. كل اللي انا هعمله دلوقتي تعالوا معايا اوريكم ازاي هنعمل النهارده مع بعض الجمبري وايه البهارات اللي انا ممكن اضيفها عليه. زي ما انتم شايفين كده كل اللي انا هعمله ان انا هجيب شويه مكعب زبده كده حلو، ده مكعب زبدة، شغل عليه النور، احط معاه شوية زيت وشوية زيت حلوين، احط معاه وحدتين حبهان، يستحسن ان انتي تفتحي الحبهان. هحتاج معايا ورق لوري، هحتاج ورق لوري حلو كده، تسيح الزبدة على النار، هي بدأت تسيح. الزبدة ساحت، هنزل عليها بالبصل الأول، هحط البصل، هحط البصل والثوم والجزر والليمون، شرايح الليمون هكتفي بثلاث أربع شرايح ليمون بس، خلي ده عندي، الفلفل وتقلبي كل ده مع بعض. يا سلام على الريحة، والله العظيم ريحة تجنن، ريحة تجنن. زي ما انتم شايفين كده قربت لكم شكل، شايفين ما شاء الله الالوانات. تقلبي كويس كل ده مع بعض. خدي بالك ان الجمبري ما بياخدش سوى، هو اول ما لونه بيغير بتطفي عليه النار على طول وبتحط عليه الغطا علشان ما يجلدش منك، ما تلاقيهوش كده ناشف معاكي ومش طري ومش حلو. احنا هنعمل كده الاول، بدأ هو كله يدبل، حلو قوي كده التسريحه دي مع الزبدة. هبدأ أنزل كل الجمبري اللي معايا في الحلوة كده، طبعا انت هتتقلب كده، كل اللي أنا هعمله إن أنا هغطيه كده وهعمله كده، تمسكيها كده عشان صف، تمسكي الغطا كده، تفكي كويس
تقلبي كله مع بعض. ما شاء الله ما شاء الله، والله يا جماعة الريحة تحفة، والله الريحة تحفة. هبدأ استخدم البهارات اللي انا عايزة استخدمها. كل اللي انا هستخدمه دي بهارات سمك، حط منها معلقة، ده ملح ليمون انا بستخدمه على السي فود على طول، برضه هنزل عليه حبة، ده كرفس، بعد شوية كرفس، شوية بقدونس، وأنا كمان بحب أحط عليه البقدونس اللي هو الأخضر ده رصة كده، هنا ده شوية كمون، وشوية ملح، متكتريش في الملح قوي، هبدأ أقلب كل ده تاني مع بعض. المشكلة كلها إن الجمبري ده ما بياخدش سوا كتير يا جماعة على النار، هو أصلا بينزل ميته، ما بحطش عليه أي مية، هو البصل مع الطماطم مع الحاجات دي كلها بتنزل المية بتاعته. لونه بدأ يغير، احط عليه شوية بابريكا، واحط عليه فلفل اسود. الفلفل الاسود بحط عليه قبل ما يخلص السوا بتاعه، يعني قبل ما ينتهي السوا، علشان ما يبقاش ما يحميش علينا، ويبقى حب الفلفل الاسود بالذات يا جماعة تبقوا تضيفوه دايما قبل ما الاكل يخلص سوا، ده الصحي يعني بيكون اصح شوية. هتغطي عليه النار وتوطي عليه شوية ونسيبه. ده الجمبري بقى بعد ما خلص زي ما انتوا شايفين كده، حلو ازاي؟ وصفة جميلة 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 للجمبري، ودي شوربة الجمبري بتاعته، شوربة حلوة جدا، فتقدر تستفيدي منها، تقدر تشربيها كشوربة عادية، تقدر تستخدميها في ان انت تعملي بها السمك الصيادية. انا الصراحة ساعات بستخدمها كتير في السمك الصيادية، زي ما انتوا شايفين كده الجمبري حلو ومستوي. جربي طريقة الجمبري دي وهتعجبك. ورجعت لكم تاني بعد ما خلصت السمك، يا رب الوصفة النهاردة تكون عجبتكم ونالت اعجابكم. جربوا الوصفة دي هتعجبكم قوي، وخلي بالكم من الملاحظات اللي انا بقولها في الفيديو دي، مهمة قوي علشان تقدري تطلعي سمك حلو. لو انتي لسه بتتعلمي تعملي اسماك او ما بتعرفيش تعمليها، خلي بالكم من التكات اللي بقولها في الفيديو. لو عجبك الفيديو دوسي سبسكرايب واعملي لايك وفعلي الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. انا حابة اشكركم للمرة التانية، الف شكر الف شكر الف شكر على السبسكرايب وعلى المشاركات اللي انتم بتعملوها لي وعلى الشير، انا مبسوطة قوي 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 بيكم، شجعوني كده دايما، وعايزة اشوف تفاعل كده على البيج على الفيسبوك.
واي وصفه حابين تقولوها قولها لي. طبعا انا اللي طلب مني الاكلير ان شاء الله انا هعمل الاكلير، المكرونه بالبشاميل ان شاء الله برضه هعمل مكرونه بشاميل، كريم كراميل والرز بلبن، كل الطلبات اللي انتوا طلبتوها انا فاكراها وهعملها. الموضوع كله بس واحده واحده عشان في ضغط ورمضان وصيام وكده، فهعمل لكم كل اللي يعجبكم. لو عجبك الفيديو دوسي بقى سبسكرايب واعملي لايك، فعلي الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.